حول نشاط الاستثمار المباشر والبديل ينضم إلي عبر الهاتف من أتلانتا عاطف عبد الملك الرئيس التنفيذي لمجموعة آر كابيتا. أهلا وسهلا بك أستاذ عاطف، مبروك الصفقة بداية. هل لديكم خطط تخارج أخرى في المدى المنظور؟ أهلا أخت زينة، شكرا على المكالمة، مساك الله بالخير ومسا جميع المشاهدين إن شاء الله بالخير. الحمد لله احنا سعيدين لمستثمرينا ولشركة آر كابيتا أيضا على هذه التخارج، الأداء بيكون إن شاء الله أداء مميز. معنا الآن كثير من الصفقات عندنا في مجال الاستثمار المباشر وأيضا في مجال العقار وبالأخص في مجال التخزين الصناعي اللوجيستكس، فننظر إلى كثير من التخارجات وإن شاء الله تسمعون عن أخبار جديدة، تخارجات وأيضا استثمارات جديدة. التخارجات في أي قطاعات؟ عطينا فكرة. نعم، عشان أعطيش فكرة للمشاهدين، الشيخ آر كابيتا تتخصص في مجالين، في مجال الاستثمارات البديلة Alternative Investments يسمونها. المجال الأول ويشكل تقريبا نصف مجال عملنا هو مجال استثمار شركات خاصة في أمريكا وبالخليج، وهذا النشاط اللي هو جزء من استراتيس اللي تخرجنا منها الآن. هذا المجال احنا نعمل تقريبا 3 إلى 4 صفقات كل سنة، نعيد تمويلها، نعيد هيكلتها، إدارتها، وتظل معانا 5 سنوات 7 سنوات. الحمد لله استراتيس تمكننا خلال 3 سنوات ونص التخارج منها. هذه 50% من نشاط آر كابيتال. 50 الثاني يتم في مجال العقار، وأيضا العقار في أمريكا وفي الخليج، وفي العقار متخصصين بصفة كبيرة في مجال الاستثمار الصناعي أو التخزين الصناعي لوجيستيك، وبالإضافة إلى سكن الطلبة في الولايات المتحدة وأيضا مصحات كبار السن في الولايات المتحدة. خلينا نحكي عن هيدول بالتفصيل، لكن عاطف لديكم أنتم محفظة لوجستية بالإمارات وكذلك في السعودية، حدثني عن خططكم، هل من خطط لتعظيم هذه المحفظة؟ نعم، عندنا إن شاء الله خطط كبيرة لتعظيمها وإضافتها في ريت يسجل في مكان ما. السعودية سوق كبير وواعد، وبدينا نشتري محافظ تخزين صناعي بالسعوديه. الهدف المرجو ان شاء الله الريتس الموجوده بالمنطقه جميعها ريت صغيره اقل من 500 مليون دولار تقريبا. لهذا السبب تشوفين ان التداول في الريتس ضعيف لان الليكويديتي مو موجوده والاحجام صغيره. لما الريت حجمه صغير المؤسسات الكبيره تتفادى تدخل فيها، ما في عمق. احنا الان ان شاء الله في مرحله تكوين ريت حجمه يكون اكبر من $1.5 بليون تقريبا، وطرحه بسوق عالمي، واغلب الاصول فيه بتكون بالسعوديه ان شاء الله. بدينا نشتري بصفه كبيره، عندنا ما شاء الله بتكون كمان بمجال العقار اللوجستي والوير هاوسز. اي نعم، بالاخص مجال العقار اللوجستي يعني ما في اي شيء ثاني. والسعوديه بصفه كامله بسبب رؤية 2030، احنا متوقعين ان شاء الله ان السوق او الاقتصاد السعودي بيكون اقتصاد واعد وفي نشاط كبير ويحتاج تغطية من ناحية الاستثمار في مجال اللوجستي. عن اي اطار زمني عم نتحدث لاطلاق هيدا الصندوق الريت؟ بدينا نشتري الاصول عندنا في الامارات تقريبا 300 مليون السعودية الان 200، نحاول نشتري 400 إلى 500، فقاعدين نبني الصندوق. فبدينا من سنة ونص تقريبا نشتري، نحاول نوصل الأصول في هذه المحفظة اللي عندنا إلى 1 مليار قبل ما نبتدي تنظيمها لطرحها في ريت. ذكرت ايضا بانكم بتستثمروا في السكن الطلابي، وفعلا يعني نحن كنا شفنا انه مطلع هذا العام انتم في جانيوري يمكن استثمرتم في سكن طلابي بالولايات المتحده، شو اللي دفعكم للاستثمار في هذا التوقيت؟ واليوم هل بتشوفوا انه توقيت الخطوه كان مناسب ام انه يمكن كان يمكن لازم تتريثوا اكثر؟ بالعكس جدا مناسب، اشترينا محفظتين واداء المحفظتين الى الان جدا طيب. الطلب على السكن تقريبا 100% في الولايات المتحده. اخت زينه اللي ما يفهمون ساعات الناس في مجال سكن الطلبه، الطالب يمكن ما يروح الدرس في الجامعه بس لازم يسكن في مكان،
الولايات المتحدة مكان كبير، فما يقدر يكون من بيتهم، فلازم يكون جنب الجامعة. فالسوق ما تأثر بصفة كبيرة، بالعكس نمو طيب. يعني التأثر، يمكن التأثر اللي نشاف بالمملكة المتحدة مختلفة الدينامية من بين المملكة المتحدة مثلا جدا والولايات المتحدة. جدا جدا، لان الولايات المتحده كبيره، فالطالب ما يسكن في ولايته، دائما يروح ولايه ثانيه لجامعه ثانيه. المجال اللي يمكن اللي شوي يتاثر معانا هو مجال سكن كبار السن، عندنا محافظ كبيره في هذا المجال، ومثل ما تعرفين كوفيد كان له تاثير سلبي على هذا النشاط طبعا، بس الحمد لله قدرنا نتخطيها الان مع وجود التطعيم في امريكا. نعم. بدأ ذي النوع من القطاعات ينمو مرة ثانية. هل بتشوفوا اليوم فرص مستعادة في قطاعات كانت يعني لها حظوة في مرحلة ما قبل كوفيد؟ يعني كان عندكم أنتم نشاط في الطيران وتخرجتم، هل تبقون أعينكم على الضيافة بشكل أو بآخر في هذه المرحلة؟ والله الآن التركيز على نوعية الشركات اللي يسموها asset light technology enabled، اللي هو يعني اصول خفيفه مثل اوبر وكذا، وتكنولوجي انيبلد انها تعتمد على التكنولوجيا. اي شركه في هذا المجال، ستراتس تقريبا اللي تخرجنا منها، سبب ان الفالويشن كان عالي في التخارج ان هي فيها هاي الخاصيه، ان ما عندها اصول كبيره، وفي نفس الوقت تعتمد على التطبيقات التكنولوجيه في عملياتها. عندنا شركة ثانية أيضا في محفظتنا، محفظة الأسهم اسمها ويست هارمونكس، أيضا في مجالها، في مجال إدارة النفايات عزكم الله، أيضا في هذا المجال تعتمد على الأسيت لايت تكنولوجي إنيبلد كونسيبت. فأي أي سيكتور يعتمد على هاي النوع من النشاط نشوف أنه في يكون مجال واعد فيه إن شاء الله. تراقبون القطاع الريادي في المنطقة اللي بات يحظى بعدد لا بأس به من الشركات اللي هي متخففة من الأصول وتعمل في المجال التكنولوجي، وبعضها بات يعني يستقطب تمويل لا بأس به مقارنة بما كان عليه الوضع قبل أعوام؟ تتكلمين عن الفينشر كابيتال شيخة أو شيء ثاني؟ نعم. طبعا الفينشر كابيتال مجال مختلف، يعتمد على مبالغ أصغر. احنا احجام اللي نشوفها لشراء الشركات او المحافظ بين 200 و 500 مليون دولار. فمثل ما تعرفين مجال الفينشر كابيتال او الشركات الناشئة هي مبالغ صغيرة وتحتاج تركيز وتخصص، فإلى الآن ما عملنا فيها، عملنا فيها من السابق تقريبا من 10 سنوات، لكن ما في توجه، بس نشوف المجال وقاعدين نطلع عليه، وفي امل كبير ان ندخل هاي المجال. اوكي، في فكره انكم تدخلوا المجال. اي نعم. طيب. اي نعم. سؤالي الاخير لك اللي بيسمح فيه الوقت، وين موقع استثمارات الاي اس جي باستراتيجيتكم المقبله؟ الاي اس جي قصدك وين؟ نعم، الاي اس جي يعني الاصول اللي تخضع لمعايير الحوكمه والبيئه والمجتمع. ايوه طبعا طبعا، هذه جزء كبير من كذي. انا اخت زينه ذكرت لك الاسيت لايت والتكنولوجي انيبل، ان جزء كبير منها ما يتدخل في ضرر للبيئه او للمنطقة اللي تتعامل فيها. فعندنا تركيز كبير على هذا الموضوع. من أتلانتا، عاطف عبد الملك الرئيس التنفيذي لمجموعة آر كابيتال، شكرا جزيلا لك، شرفت جلسة المساء.